كلمة بالنسبة. حبيب الملايين، حبيب الملايين لقب مش أي حد خده، حبيب الملايين الجماهير هي اللي لقبته بحبيب الملايين، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، 50 سنة على رحيله وما زال بقلوبنا كلنا وبقلوب الملايين، الرمز الأكثر سطوعا وتأثيرا بين الزعماء العرب. حبه حب حقيقي، كل العالم حبه حب حقيقي. أعتقد مفيش شارع في دولة عربية، مفيش مكان في دولة عربية إلا ما أطلق عليه اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. ما زالت سيرته الطيبة بعد مرور 50 عام بيتغنى بيها. أطفال كتير ما يعرفوش أي حاجة في السياسة وما يعرفوش أي حاجة، لكن في ذهنهم كده يا جمال يا حبيب الملايين. منحته كامل الثقة وتمام الموثوقية وصدقت على كل كلمة يقولها، احتشدت حوله الجماهير واحتشد الشعب كامل حواليه. في الذكرى 50 لرحيله يظل الزعيم العربي الاستثنائي جمال عبد الناصر حاضر رغم الغياب بشخصيته الفذة الفريدة. عاش بمقاييس الزمان حياة قصيرة، فقد رحل عن عمر 52 عام و8 أشهر ظهر فيها على المسرح التاريخ لمدة 18 عام، مثلت فصلا استثنائيا في التاريخ العربي كله. الزعيم الاستثنائي أعطى أمته يقينا متجددا بأنه موجود، وأعطى لهذا اليقين المتجدد حركته التاريخية، وأنجز بهذه الحركة مهام كبيرة على أرضه، وحول أرضه وفي العالم. ولعل الأهم أنه أعطى المواطن المصري والعربي الإفريقي شعورا بالقيمة الفردية والوطنية. ظنت إسرائيل وأمريكا وبريطانيا أن الزعامة انتهت عام 1967، فوجدت الشعب يمنحه زعامة إضافية. في البداية اسمحوا لي أرحب بضيفي النهاردة المستشار وليد عبد المقصود، المحامي والمحلل السياسي، وهنتكلم فيها عن الذكرى 50 لوفاة حبيب الملايين. أهلا بحضرتك. أهلا بك. أهلا بك. في البداية خالص أنا عايزة في ذكرى رحيله وعايزة كلمة من حضرتك لروح الزعيم الراحل الخالد جمال عبد الناصر. في البداية لا يسعنا إلا أن احنا نوجه الترحم ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر ويرحم رجل عاش من أجل الأمة العربية ومن أجل الشعب المصري ومن أجل كل الشعوب المستضعفة الباحثة عن الحرية. رجل أفنى حياته من أجل هذه الأمة، عاش فقيرا ومات فقيرا، وعاش شريفا وهو رئيس، وكان يخشى على هذا البلد من كل شيء، وكان يدافع عنها من كل عدوان، وكان في عهد الاستعمار والقوى العظمى والقوى الصهيونية متربصة لمصر. رجل أعاد لمصر الكبرياء والكرامة بعد 2000 سنة من الاحتلال ومرور الحكام الأجانب الغير مصريين المتوالين على الحكم سنوات طويلة. منذ الفراعنة ما كانش في حاكم مصري ابن مصري من تراب مصر إلا أن جه جمال عبد الناصر. رجل وهو عنده 34 سنة بيغير مجرى التاريخ، بيغير مجرى التاريخ، بيقوم بثورة من أهم الثورات على مستوى العالم، ثورة 23 يوليو، هو ورفاقه من الضباط الأحرار. رجل سعى إلى وحدة الأمة العربية، ويجي حد في كلمة الوحدة العربية ويقول العرب كلهم مشاكل وخلينا في حالنا احنا، وخلينا لما نيجي نبص للحاضر ونشوف لما مصر تخلت عن الدور ده من سنوات وتخلت عنه حصل ايه؟ حصل انفراد بكل دورة عربية وتدميرها. ضاعت مننا العراق، قوة، وضاعت مننا سوريا، وضاعت مننا ليبيا، وضاعت مننا اليمن، وقسمت السودان وضاعت، والخريطة أو القوس ما زال مفتوح. إذن الوحدة العربية مش من مصلحة بس الأمة العربية، لكن هي من مصلحة الأمن القومي المصري. وعبد الناصر فطن للموضوع ده من وهو شاب صغير، وفي كتابه فلسفة الثورة بيتحدث عن 3 دوائر هامة جدا: دائرة العربية والدائرة الإفريقية والدائرة الإسلامية. هتلاقيه عمل ايه في ال3 دوائر دول؟ في الدائرة الإفريقية عمل منظمة الوحدة الإفريقية، وكانت مصر تقود إفريقيا، وكان المد القومي المصري والعربي داخل إفريقيا متوغلا. وفي عهد جمال عبد الناصر لم يكن ليجرؤ إنسان إنه يحط طوبة في حجر أو طوبة في سد ضد مصلحة مصر. ورجعت مصر تاني حاليا بتقود أفريقيا. احنا هنيجي على الوقت الحالي. وكان شركة النصر وهي غطاء
هام جدا لمصر وغطاء استخباراتي موجود في مجموعة من الدول. حد يقول لك ده بعت قوات للكونغو في بعد مقتل لومومبا، قوات حفظ السلام ومشاركة لمصر، لأن بعد ما مصر تخلت عن دورها في السنوات اللي فاتت إيه اللي حصل؟ وجدنا المد الصهيوني داخل إفريقيا، ووجدنا أن الصهيونية بتحاول أن هي تتحد مع دول إفريقيا وزي إثيوبيا زي أوغندا زي كذا. فوجود مصر ودورها القوي في إفريقيا كان هام جدا. طب الدائرة الإسلامية عمل منظمة المؤتمر الإسلامي، وبالمناسبة عين أول سكرتير عام للمنظمة كان الرئيس الراحل أنور السادات، الرئيس عبد الناصر هو اللي عينه في المنصب ده. جمع الدول الإسلامية تحت مظلة واحدة لأول مرة منذ عصور طويلة. طيب إيه كمان؟ كان العالم في كتلتين، كتلة الشرقية وكتلة الغربية، وكان في ما يسمى الحرب الباردة. بزعامته وفتنته عمل دول عدم الانحياز، وكانت ليها صدى جامد جدا، وقدم عبد الناصر في مؤتمر باندونج سنة 55. شوفي شاب صغير لسه عامل الثورة ولسه يعني في ريعان شباب وما عندوش المفروض الخبرات، عبد الناصر حالة استثنائية اللي عمله على كل مقياس سياسي إعجاز. في 55 في مؤتمر باندونج قدم عبد الناصر كقائد لدول العالم الراغبة في الحرية والراغبة في السلام. في سنة 56 في حد ممكن يقول لك قرار تأميم قناة السويس، هو مش قرار تأميم قناة السويس وحده، ده مترتب عليه عدة نتائج خطيرة جدا خطيرة جدا. أولا تأميم قناة السويس في حد ذاته هو لأول مرة من كذا ألف سنة مصر تعلن عن استقلالية قرارها، إن أنت بتتخذ قرار في مواجهة العدو ومواجهة الاستعمار ومواجهة الغرب كله. هو قد كان رئيسا بحجم مصر طبعاً، وحب الملايين ما كانش من فراغ طبعاً. حتى في لحظات العصيبة لمصر كان بياخد القرار الحاسم طبعاً. ترتب إيه على تأميم قناة السويس؟ تأميم قناة السويس، بناء السد العالي، معركة 56 اللي دخلت فيها ثلاث دول عظمى ضد مصر اللي هي الدولة الوليدة أو الثورة الوليدة اللي بتحاول إن هي تنمي نفسها. هنقف عند الثلاث معارك وهنطلع فاصل وهنرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني مع سيرة السيرة العطرة للزعيم حبيب الملايين جمال عبد الناصر. سيادة المستشار، وقفنا عند سنة 56 تحديدا. تمام. سنة 56 كانت سنة فاصلة في تاريخ مصر وفي تاريخ جمال عبد الناصر. في قائل يقول لك هو أمم قناة السويس، ده تأمين قناة السويس ده كان غلط. ازاي أمم قناة السويس ده؟ هما كانوا ماشيين بعد 12 سنة وحق الامتياز انتهى في سنة 68. طب الرد مش بس الانباء والتقارير المخابراتيه والتقارير الصحفيه اللي كانت بتقول ان شركه قناه السويس بتقوم بعمل توسعات في القناه، فيما معناه ان هي مش هتسيبها، لا. الرد العدوان الثلاثي على مصر، لما هي فرنسا هتسلمنا القناه، امال ضربت مصر في 56 ليه؟ بالعقل وبالتحليل وبالمنطق، لان هم عمرهم ما ادوا حاجه للشعوب الناميه والشعوب بالرضا. حقوق الاستقلال بتاخدها بالقوة بعد كفاح وبعد نضال وبعد فدائيين في قناة السويس، وبعد ما الجزائريين دفعوا مليون شهيد في الثورة الجزائرية، وبعد ما كل الدول العربية اتكافحت، ده بعد ما نهبوا ثروات مصر وثروات الأمة العربية. لو دخلتي نكمل ونقول ايه كمان نتيجة لقرار تأميم قناة السويس، بص من بعد 56 هتلاقي معظم الدول العربية والإفريقية والأسيوية وفي أمريكا اللاتينية حصلت على الاستقلال. ليه؟ تشجعت، لأن في دولة نامية وليدة وحديثة خدت الخطوة، خدت خطوة قوية وخطوة. يقولك أصل عبد الناصر كان بيعمل ده عشان الزعامة. الرد على ده إن الزعامة أصبحت لمصر، إن مصر هي اللي بقت زعيمة، مصر هي اللي بقت فاعلة. هم طول الوقت بيحاولوا يضربوا الدور المصري، لأن مصر لو تخلت عن دورها ضعفت، وضعفت الأمة العربية وانهارت. تمام. فطول الوقت بيحاولوا يضربوا الدور ده. لو سألتي أي شعب عربي، اليمنيين، الجزائريين، السودانيين، توانسة، العراق، سوريا، لبنان، هتلاقي عشق هذا الرجل بيجري في دم
كل العرب، هتلاقي كل حد من دولة يقول لك ده عبد الناصر كان متفرغ للقضية اليمنية، يقول لك معركة اليمن، معركة اليمن ازاي عبد الناصر يخش اليمن. طب بص كده التاريخ، هو مصر لو تقدمت الحشود العثمانية الباغية الغازية في خط سيرة الجفرة اللي اعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مصر تخش تتدخل ولا لا؟ اللي يقول لك لا تعرف انه خاين، لا خاين على طول. ليه؟ لان ده امن قومي مصري، ده هي منتظرة الفرصة ان شاء الله العمرها ما هتجيلها ان هي تعمل نقطة ارتجاز لقواعد الدفاع الجوي والصواريخ وكذا بالقرب من الحدود المصرية. طب اليمن امن قومي مصر، وتدخل مصر في اليمن كان ضرورة حتمية. وفي كتابه البحث عن الذات أنور السادات بيقول أنا وعبد الرحمن البيضاني نائب رئيس مجلس الثورة اليمنية قعدنا نقنع في الزعيم مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر على أهمية الدور السياسي الخطير لمصر. طب ترتب على حرب اليمن إيه؟ واحد، جلاء الاستعمار البريطاني عن عدن، عدن دي مضيق باب المندب اللي احنا قفلناها في حرب 73 وما قدرتش اسرائيل تلتف من خلف القوات المسلحه في الجنوب. طيب ايه كمان؟ اليمن نالت استقلالها من الحكم الباغي والحكم المتخلف والرجعيه، اليمنيين بيعترفوا ان هم اتعلموا من مصر وان كل قريه كان فيها مدرس مصري. بس العالم العربي كله اتعلم. انا بتكلم من مصر. طبعا انا بتكلم يعني في جزئيه اليمن علشان هي دايما تؤخذ على بتوضع. احتياط الذهب بالمناسبه كلام فارغ وكلام كاذب، وكل رؤساء ومحافظ البنك المركزي اقروا ان الاحتياط الذهب المصري من قبل 52 ما يزال حتى الان في البنك المركزي، وان عبد الناصر لم يبدده. طب ايه الفلوس اللي دفعت في حرب اليمن؟ كان الملك عبد العزيز ال سعود تم عزله من الملك فيصل وهو كان عايز يرشي القبائل اليمنيه، وراح بنفسه على فكره، هو سيل اموال خاصه به هو وراح نفسه. وشهاده الفريق سعد الدين الشاذلي البطل العظيم على حرب اليمن واجبه، ويقول لك 26000 شهيد، ارقام خرافيه وارقام غير موجوده. الفريق سعد الدين الشاذلي قال ان ما يقارب من 3000 شهيد، وبرضو الفريق محمد فوزي وزير الدفاع الاسبق في كتاب ليه قايل الكلام ده. من 2011 لغايه النهارده كل الاحداث اللي حصلت بترد من 2011 لغايه النهارده، لغايه النهارده اللي احنا في العصر الحديث، ايوه تمام، كل الاحداث اللي حصلت بترد تاني، بترد الاعتبار لجمال عبد الناصر تمام، ولقيمه جمال عبد الناصر ولما فعله في مصر، وما فعله سد اثيوبيا وسد اللي هو ادرار لمصر هو رد اعتبار لجمال عبد الناصر، لان ما كانتش اثيوبيا تجرؤ في التوقيت ده. جرؤوا امتى؟ لما حصلت احداث وحصل فوضى وحصل انتهزت الفرصه. السد العالي، السد العالي حضرتك في بعض الناس كانت بتقول ازاي يبني السد العالي وده لازم يتهدم وده خراب لمصر. السد العالي هو اللي انقذ مصر. السد العالي في احتياطي بالمناسبه وفضل الله عز وجل لان ربنا ينصر مصر دائما، في احتياطي لمده 6 سنوات من المياه، لان احنا شهدنا السنه دي اكبر فيضان من 100 سنه. شفت السودان الشقيق واحنا يعني كل التعاطف وكل الدعم لاشقائنا في السودان، السيول والفيضانات غرقت الاراضي وغرقت البيوت وغرقت الطرق. ليه؟ لان عبد الناصر عمل السد العالي. اذا كان الفراعنه بنوا الاهرامات، الاهرامات العظيمه اللي فضلت كاهم معالم العالم، فكانت الاهرامات الهدف منها تخليدهم و ان هم بيدفنوا فيها. ما ننكرش ان في زعامه حقيقيه طبعا، لكن السد العالي هو واحد من اهم المشروعات اللي اتعملت في تاريخ مصر لافاده المصريين عبر التاريخ. تمام تمام. الزعامه اللي موجوده حاليا الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستكمل هذه الزعامه وبينقل مصر نقله حضاريه تانية خالص ومختلفه تماما غير مسبوقه، ايه رايك؟ عبد الفتاح السيسي قائد مصر سيكتب في التاريخ انه بطل شعب مصر، لان التحديات اللي هو بيواجهها غير مسبوقة، هي تشابه التحديات اللي كانت موجودة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بطريقة أو أخرى، يزيد عليها أن للأسف الشديد زاد عندنا شوية من الخونة على شوية من العملاء اللي كل خطوة يعني نيجي نبني الجيش المصري ونتفوق ونصبح رقم بيبني ليه؟ هو بيجيب سلاح ليه واحنا مش لاقيين ناكل؟ بيعمل طرق ليه؟ ده هو الجيش العربي الوحيد اللي موجود في المنطقة المطلوب تدميره، ولو استطاعوا لدمروه. اوعي تعتقدي ان الدول الغربيه وهي اللي حتى بتبين ان هي صديقه ولا بتبين ان هي حليفه، لو جت فرصه ان هو الجيش ده يتدمر حتى لو مش بايديهم هم بايد حد من المعاونين السيئين السمعه زي الجيش العثماني ولا الجيش الكذا، ها هينقضوا على مصر. الراجل ده بيبني
الجيش المصري وبيقويه وبيدير عملية. أنا ببصي أنا بشهد للرئيس عبد الفتاح السيسي في قيادة المعركة الخارجية بدهاء وذكاء غير مسبوق. يعني أنا في مرة في أحد اللقاءات كنت بهاجم قوي إزاي إن إحنا مش قاطعين العلاقات مع قطر، وزعلان جدا منه إن هو ما قطعش العلاقات مع قطر. أتفاجئ بعدها بأيام قليلة إن مش هو بيقطع العلاقات مع قطر، ده هو ودول عربية لم تكن تحلم في يوم من الأيام إن هي تقطع العلاقات مع قطر. شوف الذكاء المصري طبعاً. والأسلوب المصري. دخول تركيا في اليوم اللي بالحساب اللي بالورقة والقلم اللي بدقة راجل مخابرات فاهم هو بيعمل ايه، يروح المنطقة الغربية ويعلن عن ان خط سرت الجفرة خط احمر والجدع يقرب، وتبقى الحشود العثمانية والميليشيات والمرتزقة اللي جايبينها من كل الدنيا بالفلوس واقفة مش قادرة تخط الخط ده. علشان كده انا بناشد كل المصريين وبقول لكل الناس اوعوا تسمعوا للدعوات دي، اوعوا اوعوا يا مصريين، ده هم أنا خونة. عايزة منك رسالة فعلا توجهها لكل المصريين وخصوصا الشباب اللي ما يعرفوش يعني إيه بلد، ما يعرفوش يعني إيه وطن، ما يعرفوش يعني إيه مصر. المطلوب حضرتك والدعوات الفوضى ودعوات الإثارة للشعب المصري، وإذا كان في حد زعلان يا جماعة في جائحة كورونا على مستوى العالم كله، الدول اهتزت، شفنا دول يعني شعب والمفروض راقي ومتحضر اقتحم السوبر ماركت لنقص السلع فيه زي الولايات المتحده ودول في اوروبا، مصر فضلت صامده وما ومنقص زالت. ولا، ومع ان انا كنت خايف وقلقان في اول الحظر ان لا قدر الله يحصل اي حاجه في الامن الغذائي المصري، لكن بفضل الله عز وجل بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومه المصريه احنا شفنا ان مصر ثابته وواقفه على رجليها في ازمه اقتصاديه على مستوى العالم. اوعوا تسمعوا لكلامه الدعوات دي، بصوا اللي بيعمل لكم الدعوات دي وهم قاعدين مع مستشار الرئيس التركي العثماني الغازي الباغي اللي دمر سوريا ودمر ليبيا وطمعان في مصر وبيهدد ثروات مصر في شرق المتوسط. بصوا يا جماعه احنا لو لا قدر الله التفتنا بس كده، الجيش المصري التفت للداخل لاي هزه ان شاء الله عمرها ما هتحصل، هيحصل ايه؟ هنلاقي القوات دي تحركت لبني غازي والحدود في السلوم. هل ده ممكن المصريين يسمحوا لا. بيه؟ ممكن نبقى خونة؟ لو حد طالع مسلسل ممالك النار وشاف القصة الحقيقية بتاعه تومان باي ودخول الجيش العثماني للأسف الشديد مصر واحتلاله مصر، ها كان بإيه؟ بالخونة. أنا أكتر حاجة شايفاها إن الشعب المصري رجع يبقى على قلبه رجل واحد، ورجعوا تاني يعرفوا يعني إيه مصر ويعني إيه قيمة طبعا مصر، وحابين مصر وعندهم استعداد يضحوا بروحهم وبحياتهم. المصريين الحمد لله رب العالمين معظمهم طب متحمل وفي ظهر الرئيس، ممكن نزعل شوية نبقى قلقانين شوية يعني في ظروف اقتصادية شوية، لكن لن تلقى هذه الدعوات أي صدى، وبإذن الله مصر ربنا ينصرها ومحدش هيزعزع أمن واستقرار البلد دي، بإذن الله. لأن البلد دي غالية والبلد دي عزيزة، والرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله وقيادة القوات المسلحة المصرية ستقف حائط صد منيع ضد أي عدوان، وبإذن الله جيوش العراق وسوريا وليبيا واليمن هترجع تلاني طالما إن الجيش المصري العربي العظيم صامد ومازال في المعركة مواجه العدوان. يا رب يا رب يا رب. في نهاية لقائي مشاهدينا بشكر المستشار وليد عبد المقصود المحامي والمحلل السياسي. أنا بشكر حضرتك يا فندم. بشكركم على حسن المتابعة. وجمال عبد الناصر رمز حاضر بكل مظاهر المصريين بيحملون صوره في كل، لأنه رمز عظيم. الزعامة ما بتمنحهاش الصناديق، بيمنحها حب الشعوب. مشاهدينا أتمنى تكون فقراتنا النهاردة عجبتكم، واستنونا بكرة في حلقة جديدة ومع زملائنا في برنامج ساعات صبحية.